السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة وصفات من بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا جدا في اي بيت، يا رب تعجبكم. ما تنسوش بس تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناة. احنا هنعمل الورد اللي انتو شايفينه ده بالمناديل، اللي هي بقرة المناديل دي. هي بنعمل بيها الورد، هي ما بتبقاش غالية خالص خالص. ممكن نعمل بيها ورد كتير قوي وبيبقى شكله جميل وما بيبقاش باين خالص ان هو معمول بالمناديل. اول حاجة كده هنبدأ نفرد. مثلا هي طبعا المناديل بتبقى متقسمة، يعني نخلي مثلا كل 3 مناديل او 4 مناديل فوق بعض كده. هنبدأ ان احنا نرص رصات، انا بس بقطع كل رصة تبقى مش مربوطة باللي تحتيها. يعني بجد شكلهم حلو قوي وهتعجبكم ومش هتكلفكم حاجة خالص. هي بس المناديل بتعمل بيها بس. هنبدأ نعملها كده. انا عملتها ب4 مناديل، بس لما تيجوا انتوا تعملوا اعملوها ب3 علشان بتبقى صعبة شوية واحنا بنفتحها لما بتبقى ب4. بس هي يعني اتعملت عادي معايا، واي منديل يتقطع منك في النص او حاجة عادي ما فيهاش حاجة خالص. احنا بنظبط كل ده في الاخر. دلوقتي انا عملت 4 طبقات فوق بعض. هبدأ بقى اوريكم انا هعمل فيها ايه دلوقتي. فاكرين المروحة اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين؟ هي هنعملها بنفس الشكل ده، اللي هو هنتني تانية يمين وتانية شمال زي ما انتوا شايفين كده. هنعملها لحد اخرها. يبقى انتوا كده عرفتوا الطريقة معانا، هي سهلة جدا. احنا هنعملها مثلا 3 رصات، 3 اللي هو 3 مناديل جنب بعض، ونخليهم 4 4 بقى اللي هو ايه يعني على بعض. دلوقتي انا خلاص عملتها، هبدأ ان انا امسكها كده من الجزء ده، ومعايا قطعة من الحديد ده اللي هو بيتني، ده بيتباع برضو في اي مكان ممكن نسأل عليه، او لو ما عندناش عادي ممكن بخيط عادي بس نربط عليها كويس. انا بلفه كده وببدأ بقى ايه، لازم يبقوا الاتنين متساويين. هبدأ ان انا افتح كل طبقة مناديل كده لوحدها، نفتحها طبعا على الاخر كده زي ما انتوا شايفين. اي حاجة تتقطع معانا عادي مفيش اي مشكلة خالص. نجيب الحديد اللي هو ده ونعمل بقى ورد كتير قوي ببقرة مناديل واحدة، تعمل ورد كتير. انا دلوقتي خلصت الجنب اليمين وهبدأ بقى في الجنب الشمال. محبتش اطول عليكم الفيديو، بس انتوا اكيد يعني عرفتوا الطريقة. يعني لو جبتوا بقرة واحدة بس من المناديل ممكن تعملوا ورد كتير وتشبكوه مع بعضيه في الاخر. اكيد طبعا هنعمل حاجات زي دي كتير مع بعض الفترة الجاية، ممكن نعمل برضو فازات كاملة وكده. اي حاجة انتوا عايزينها برضو اكتبوها لي في الكومنتات وانا هعملها لكم على طول. دلوقتي خلاص انا عملتهم كلهم بنفس الشكل. هبدأ كده ان انا اضغط عليها جامد بايدي، هي بتبقى ماسكة شوية علشان هنقص بالمقص القطع الزيادة، يعني في اماكن زيادة عن اماكن تانية. هنبدأ ان احنا نقصها علشان تبقى طبعا متساوية مع بعضيها، ما يبقاش في مكان طالع ومكان نازل وكده. بس كده خلاص هنبدأ بقى ان احنا نفرد فيها كده تاني. ممكن بقى نعلق لها اللي هو الورق الاخضر ده زي اللي انا حطاه في الوردة، او ان احنا نحطها كده عادي. طبعا بنربطها من تحت بحديد برضو او اي حاجة علشان تطول، عشان لو عايزين نحطها في فوزة او اي حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم.